يعلم عنك أكثر منك، لا أحد يعلم ما الذي زعزع أمنك وأطفأ نورك إلا أنت. لا أحد يعلم كم كفحت، كم خسرت، كم تألمت، وكم تعذبت في حياتك. لا أحد يعرف حقا من أنت، فلهم ولنا الله، فهو وحده الذي يعلم من هم ومن نحن ومن أنت. أهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من تفاصيل. النهاردة في تفاصيل عندنا أكتر من فقرة. فقرتنا الأولى هنشوف فرحة أم آدم بعد ما بدأنا مسيرة الخير في البرنامج، والحمد لله عملنا عملية آدم، وكمان هنسمع فيها القصة الكاملة لقضية كانت حديث كل المواقع والسوشيال ميديا خلال الأيام اللي فاتت، وهي مقتل شاب وحركه في حلوان والمتهم خطبته. أيوة خطبته. أما في فقرتنا الثالثة هيكون ضيفنا فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي من علماء الأزهر الشريف، واللي هيكلمنا عن فضل عمل الصدقة الجارية ودور مؤسسة فعل خير الخيرية في توصيل المياه وحفر الأبار ومساعدة الغير قادرين. أما في فقرتنا الثالثة هيكون ضيفنا فيها الدكتور رامي عطية، أخصائي التغذية العلاجية ومؤسس منظومة دكتور دايت أونلاين، وحديث عن طرق إنقاص الوزن والحصول على جسم رشيق بمنتهى السرعة والأمان. دلوقتي خلونا نطلع نشوف أول تقرير لينا معاكم النهاردة وفرحة أم آدم بعد الحمد لله ما قدرنا ربنا سبحانه وتعالى وفقنا إننا نعمل ليها العملية اللي هو كان محتاجها. شوف تقريرنا ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. آدم كم سنة؟ آدم سنتين حضرتك. سنتين، احكي لي كده يا أم آدم، هو عنده إيه؟ والله هو عنده مشكلة في العب في الحوض، يعني عنده عيب في العضو الخارجي بتاعه مش باين. تشوهات خلقية. تشوهات خلقية، وما حدش كان عارفه خالص، فأنا يعني بتفرج على حضرتك ومتابعاكي، وحضرتك مشكورة جدا يعني الصراحة، تواصلت معاك أكتر من مرة وكده، وحضرتك رديت عليا يعني اللي أنت هتساعديني. حبيبتي طبعا بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله. أنت هو محتاج عملية صح؟ حضرتي الورق، الشباب قالوا لك عملت الفحوصات وخلصتي خلاص جاهزه؟ تمام الحمد لله. انت حضرتك يعني واللي معاكي ناس شاكرين والله، شكرا من اول ثاني مره يعني انتوا معايا، ربنا يخليكم حبيبتي، ربنا يجعلنا عند حسن ظنكم ان شاء الله. الاسبوع ده باذن الله نعمل العمليه لآدم وترتاحي خالص من الكابوس ده. صباح الفل الاول. صباح النور، ايه اخبارك؟ هو نايم؟ انا من الحر. من الحر، ربنا يخلي حبيبتي. جاهزين؟ الحمد لله. تحاليلكم وحاجتكم؟ الحمد لله. يلا بينا. نورتيني وشرفتيني. تفضلي يا حبيبتي، تفضلي. يلا بينا. يمكن سبحان الله لما بتجي لنا ام بتبقى عايزه عمليه لابنها، وخاصه ان العمر بيبقى صغير قوي، احنا بنتكلم في ادم سنتين يعني مش اكتر من كده، فبتبقى الموضوع فيه قلق شويه زياده، او حتى والله على الكبير، بس يمكن علشان صغر سني وان جسمه ضعيف بتبقى الام دايما قلقانه. ادعي له بقى يا رب ربنا معي. انا مش صحيتي كده بتقولي ايه؟ انا من ساعه ما صحيت بقول ربنا معي، ربنا يقومه لي بالسلام. خايفه الصراحه. خايفه يعني؟ مشيتي بتدعي له؟ الحمد لله. ان شاء الله ربنا هيكرمه ويقوم لك بالف سنه. رب يا رب يقوم بالف سنه. حبيبتي اتفضل. شوف ادم ونعمل عملنا ان شاء الله. دكتور
اخدي رجوع بيجهز حاجاته ان شاء الله 3 دقايق وهنخش عمليات ان شاء الله. وقت العمليه احنا دايما بنقول يوم سهل بس متوقع الساعه ان شاء الله. الله باذن ربنا يوفقك يا دكتور. يلا على خير الله، ادعي له بقى. يا رب ربنا معي ام بالسلامه يا رب. هو كده ادم دخل الدكتور شافه و شاف تحاليله طمن عليه هو صايم هيدخل يعمل العملية. نسأله وقت قد ايه؟ قال ساعة. ان شاء الله بإذن الله يطلع لنا بألف سلامة. عامل ايه؟ انت منورنا، انت منورنا. تقريبا العملية كانت ساعة يعني 60 دقيقة. احنا بننتظرهم دايما والاطفال بتبقى داخله العمليات متعودين ننتظرهم انا والكرو على اعصابنا، يعني احنا كمان بنبقى يعني نبقى مهتمين جدا بالطفل وقلقانين جدا عليه، يمكن عشان بيبقوا حاجه امانه احنا بنسلمها لايد الدكاتره. بس دايما دكتور احمد الشامي بيبقى فرحه بقى بيدهلنا في الاخر. صوت ادم بدا يطلع، احنا مستنيينه يخرج بالسلامه. كده ادم هيصبح في مرحله افضل بكتير من اللي كان فيها وهو جاي. في نفس الوقت هو دلوقتي في مرحله ابعد بكتير من اول حالته خالص لما بدانا نعمل له العمليات بتاعته. هيطلع يقول لنا الحاله ايه، احنا منتظرينه بقى. ادي دكتور احمد خرج بس الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله على سلامه ادم. الحمد لله رب العالمين. ادم خلاص تعملت الحمد لله زي الفل، فاء قدامك اهوت دعايات. الحمد لله رب العالمين. دكتور قول لي كمان ادم في ادم. احنا عملنا المرحله الاولى من الاصلاح مجرى البول الحليل السفلي الدرجه الرابعه، نقلنا فتحه البول الى حد ما في مكانها الطبيعي، فان شاء الله الامور هتبقى بسيطه جدا. يعني فتره اسبوعين في قسطره، بعد كده بنشيل القسطره وتبقى الامور تمام ان شاء الله، مفيش مشكله تانية. فاضل له عمليات تاني؟ هيبقى في مرحله تانية بعد 8 شهور بس اقل بقى ان شاء الله، مرحله اقل في كل حاجه. دكتور احمد حضرتك لسه طالع من قطع عمليات، كلمه لكل ام عندها حاله زي ادم تقول لها ايه؟ اولا تحمد ربنا لان ادم ده منقل، فالحمد لله رب العالمين، ده قضاء ربنا والحمد لله رب العالمين. كل ام تهتم بفحص الطفل، تدخل في السن المبكر يساوي نتيجه افضل بكتير جدا. تدخل في سن مبكر يساوي نتيجه افضل بكتير جدا. دكتور احمد احنا بنسميه عندنا في تفاصيل بروفيسير جراحه الاطفال، بسم الله ما شاء الله عليه، دايما يدخل اوضه العمليات يخرج ويرسم الضحكه على وشوشنا كلنا. شكرا جدا دكتور. ربنا يخليك شرف. شكرا. تحت امركم في اي وقت. شكرا يا دكتور احمد. تعالوا بقى نطلع، الله يسلمك. تعالوا نطلع نشوف ادم بسرعه. الحمد لله على سلامته، الف حمد لله على السلامه، الف حمد لله. انت جدته. ايوه. مبسوطه كده؟ الحمد لله، ربنا يبارك لك والله. انا متابع حضرتك والله وحبيتك انت والدكتور والله، اول ما سمعت قلت هو ده اللي هيصحي ادم. كده ادم فاضل له عمليه واحده. ربنا يبارك لك يا رب، يخليك ويجعل في ميزان حسناتك انت واللي معاك يا رب. الله على الدعوه الحلوه. الف حمد لله على سلامه ادم يا حبيبتي. الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. حاجه تاني؟ ده انتوا كده يعني قمتوا بالواجب والحمد لله يعني. زيكي بقى بصي تخلي بالك واي حاجه على طول تواصلي معانا وفي عينين. الله الله يخليك، انت الصراحه ما بتتاخروش. تأمروني بحاجه؟ ما امرش عليك يا حد زول. نورتيني وشرفتيني. خليك يا رب. خلصنا عمليه ادم والحمد لله، هو دلوقتي في اوضه الافاقه وفاء بفضل الله، اطمنا عليه. مستمرين في حمله الخير، مستمرين في علاج الاطفال والغير قادرين، مستمرين في عمليات التشوهات الخلقيه. ابعتوا لنا على صفحه البرنامج باسم نهال طايل او على صفحه صدى البلد او على الاس ام اس. باذن الله ربنا يوفقنا ونقدر نعمل حاجه ليكم. ببقى مبسوطه قوي لما بيبقى الجزء الايجابي عندنا عمليه لطفل، ببقى فرحانه جدا وسعيده جدا وفخوره جدا بده، لان هو ده الوعد اللي احنا وعدناكم عليه، وده العهد اللي احنا عهدنا ربنا سبحانه وتعالى عليه، ان لو ربنا قدرنا اكيد هنعمل. بشكر كل حد ساعدني، بشكر مؤسسه فعل خير، بشكر دكتور احمد الشامي، بشكرهم جدا. باذن الله هنستقبل كل يوم في تفاصيل
وكل ما نطلع يبقى معانا حالات ناجحه زي دي، عمليات عملناها وراهنا، وان شاء الله يرجعوا لاهاليهم بالف سلامه. تواصلوا معايا على صفحه برنامجنا باسم نهال طايل، او على صفحه صدى البلد، او ابعتوا لنا رساله على الاس ام اس، الارقام اللي ظهرت معانا على الشاشه. هنروح فين بقى بعد كده؟ بعد كده هنطلع حلوان. انتشر طول الوقت او الكام يوم اللي فاتوا والساعات اللي فاتت قضيه كسرت الدنيا عن شاب كمال اللي قتلته خطيبته. طب قتلته ليه؟ علشان هو ما كانش عايز يكمل الجوازه، وما كانش حابب ولا حاسس بامان، وكان شايف ان هو لازم يخلع، لكن في الحقيقه هو ما قدرش. صورنا التقرير ده علشان حاجات كتير قوي، كتير جدا جدا، اهمها ان احنا لازم نبقى عارفين كويس قوي ان ساعات الاب والام المسؤولين عن الاسره بيبقوا شايفين ابعد مننا بخطوات. تقصدي ايه يا نهال؟ تعالوا نطلع نشوف ده في تقريرنا اللي معانا ونرجع لكم مره تانية. ابقوا معانا. اتاريه هو بيجري على ادم، بيجري على اخرته، مش فرحه، بجنازته. حبيبي حبيبي، كان بيساعدني، كان بيشتغل ويديني. نزلت بكامل التفاصيل في حلوان، نزلت علشان خاطر كمال. كمال الشاب اللي خطب زي اي شاب عادي، وفي اول خلاف خطوبه بينه وبين خطيبته تقتله. ايوه قتلته. على طول الوقت اللي فات كانت والده كمال رافضه جدا البنت دي، كانت معترضه عليها جدا، وحتى اما خطبها كانت عامله مشاكل بينها وبين ابنها. تعالوا نسمع الحكاية بأدق التفاصيل من والدة كمال الله يرحمه ونعزيها. قمنا من النوم لقينا أخبار كتير، جرايد كتير، ومواقع كتير بتكتب عن كمال الشاب اللي قتلته خطيبته. أمر صعب جداً. طب لو خلاف يوصل الأمر إن هي تقتله؟ طيب قتلته في شقتهم اللي هما كانوا هيتجوزوا فيها وعلى عفشهم، وولعت في العفش وولعت فيه؟ حاجة صعبة. قلبي عندك وربنا يصبرك. قالوا لي أنت كنت رافضة الجوازة دي. أنا وأبوه الاتنين. وقلت وراح ليه وخدها ليه؟ ما صممتيش ليه؟ صممنا، هو خدنا وسابنا ومشي، سابنا ومشي. كناش راضيين بيه اصلا، قلنا له بلاش بلاش بلاش، سابنا ومشي. انا كده كده هاخدها، سابنا ومشي، ما سمعش كلامنا، سابنا ومشي. انا كده كده هاخدها، هو ما قاليش كده كده هاخدها. صمم صمم. اتاريه هو بيجري على عجله، بيجري على اخرته، مش فرحه، بجنازته. كمال دوت اطيب خلق الله، دوت عندي الدنيا كلها كوم، وكمال ابني ده كوم تاني خالص. ابني ده عباره عن، بصي، ربنا يعلم كتله حنان على قد ما وسعت دماغه بتنشف، بس حنين. وعيطت جنبه ممكن يعمل اي حاجه عشان يسكتك، اي حاجة. وبالذات امه كان بيساعدني، كان بيشتغل ويديني، كان بيشتغل ويجيب في البيت. خطبها قد ايه؟ خطبها يوم واحد. يوم واحد، يوم واحد بس. الدبلته يوم؟ مش يوم كمان، احنا خطبناها، اقسم بالله العيله، احنا خطبناها العشاء. اتخانق، اتفشك القلب، مش عايزها الساعة 11 بالليل. ايه ده يا ابني؟ لا، اسلوبهم ما عجبهوش، عارفين ابننا مش هيرضى بحاجه، ما عجبوش نهائي. وجي قال لي ياما انا قلبي مش فرحان، في حاجه كده مش فرحان، مش فرحان. قلت
له معلش يا ابني اهدى اهدى يا حبيبي اهدى الصبح كده الدنيا تراوق. الصبح راح خبط عليها خد الدبلة كان ظهري والله العظيم كان سندي. انا كنت ساعتها اقول له انا همشي من عند ابوك يقول لي ومتكل عليك يقول لي يما اللي انت عايزاه اللي انت عايزاه لان انا وهو حاجة كده مش كده اب وام وابنها بقى لا كتم اسراري ابني بس يعني كل اللي يوجعني عنده وكل اللي يوجعه عندي بس انا زعلت منه عشان كتم فرحتي كنت عايز افرح بيه وهيص بيه ما قلتنيش اعمل كده خدته مني سحبته على الناعم سحبته هو شاب وصغير تلفه طب لفتيه ليه سيبيه لابوه سيبيه ده بكري بتاع ابوه وبتاعي انا محرومه انا كنت متجوزه قبل كده ومحرومه من 4 عيال في بلد غير البلد حطيت محبتي كلها في ده عارفين يعني ايه لما يكون عيل صغير وام محرومه وما صدقت حصلته المحبة كلها في قلبي ليه؟ هي مالها بقى؟ اتختلفت معايا ولعت فيه ليه؟ عشان عاوز يصالحنا عشان عاوز يرجع لنا راح الله يرضى عليك كده ماشي يعني هي كتب كتابه وخلاص وعمل فرح في التبين وهيصة عمل فرح في التبين عند أهلها وهيصة طبعا احنا ما كناش بنكلم حاول يكلمني رفضة راح لأهلي أنا رفضة نهائي بعدين قلت له تابعتني عشان واحده بتكلمني انا ليه ما خلاص خليك معاها وانا اقدر ابيعك والله ما اقدر ابيعك انا هراضيك يا ام قلت له هتراضيني قال لي طلقه قلت له لا انا ما بحبش الطلاق ما اخربش بيت حد واخرب بيت ابني مش هخرب بيت حد قال لي طب انا عايز اصالح ابوي قلت له لا ابوك انت عارف ابوك انا ما يقدر عليه الا ربنا بقى من الاخر فقال لي طب يا ام انا هراضيه والله اللي راضيه قلت له ماشي يوميها قال لي يما نفسي اشوفك كنتش بشوف اتصل بيا نفسي اشوفك يما قلت له طب بص انا بخلص اوراق من عند مستشفى النصر انا واقفه هناك طب خليكي ما تتحركيش وقفي في حته فيها ضله ما تقفيش في حته فيها شمس اقول له ماشي قدام مستشفى النصر في قاعده كده وفي في شجر قلت له انا قاعده هناك والله العظيم لقيته لابس كاب ابيض وتيشيرت ابيض وبنطلون ابيض والكوتش بتاعه بيلمع ابيض ملاك قدامي خدته بالحضن وقعد يبص في ايدي وبص في رجلي سامعني يما والنبي ادعيلي يما والنبي حتى قعدته على رجلي وخدته بالحضن اخص عليك يا كمال سبتني ومشيت انت عامله برضه يا ابني تعملها انت بتعملي ازاي؟ ايه انت بتعملي كده ليه؟ ده ما هو جاي لك صح اهو هو جاي لك مكان ما هو جاي لك ما فيهوش حاجه انت كانت معاه بس شايفاها شطانه والله يا ابني شايفاها شطان كل في ابني عشان بقالي 3 أشهر ما شفتوش تقول لي وبتعملي كده ليه؟ ما هو جالك هو في حاجه ما هو جالك سليم اهو جالي سليم ما خدتش وديت في كلامها انا اهم حاجه مين؟ ابني سؤال معلش هو كان دخل عليها؟ لا ولا كاتب كتاب بس؟ كتاب بس ده عارفه منين ومتاكده منين؟ ما كان بيوضب دنيته انت عارفه منين ومتاكده منين؟ قال لي ياما لسه ده بيقول لي انا هعمل حنة عشان اراضيك انت وابويا وهعمل فرح ياما عشان اراضيك انت وابويا عشان افرحك بيا مين اللي شهد على عقد الجواز؟ ما اعرفش مش صورة من عقد؟ لا صورتين مش معاكم؟ ما نعرفش بقول لحضرتك عملها في التبين واحنا ما نعرفش ده بعد كتب الكتاب سلام ما شهدش على عقدك كتب الكتاب؟ ما اعرفش بس اللي سلام قال لي ياما انا اتخانقت معاه قلت له بلاش رضا امك ورضا ابوك يا ابني مش هينفع الهبل اللي انت بتعمله ده اعرف امك يا عم روح بخناقه كده عرف امك انا هكتب كتاب وامشي واجري سالت ابنك مات ليه ومات ازاي جاوبوك قالوا لك ايه انا ما اعرفش اتصلت بسلام قلت له يا كمال سايب التليفون عند علاء قال لي لا ياما مش سايب التليفون عند علاء ده خدوه منه وخدوا علبه سجاير وولعته يا نهار اسود طب وكمال عمل ايه؟ قال لي يما هيتجنن وجاني وقال له تعالى معايا هاخد حاجتي من هناك ياخد حاجتي اولع فيها لقيتها بعديها بالظبط نص ساعة اتصلت عليا هي انت شايفة ابنك؟ اتاري الوقت اللي هي بتكلمني فيه كان ابني ميت وفي المشرحة في تلاجة بقول لها مال قالت لي ابنك عايز يطلعني عشانكو والله لا احبسهولك واحرق قلبك عليه
فانا قلت البتاعه دي هتعمل ايه معي؟ يا شيخه روحي ده مش هتعرف تعمل حاجه مع كمال يعني. روحت قافله السكه. مين اللي ضربه بقى؟ ما هو مين اللي ضربه بقى احنا ما نعرفش. الطب الشرعي مضروب؟ ما نعرفش، بس اللي ظهر ان كمال مضروب من ورا، مضروب من راسه كذا ضربه، انت فاهماني؟ ومش محروق بقى اللي هو متفحم، لا ملدوع لدعات كده، لدع هنا لدع هنا كأنك بتطبخي وتلدعتي، لكن ان هو بقى سايح في دم وراسه ديت بايظه خالص، ان مليانه ضرب طعنات ماني في دماغه، ودماغه بايظه مجهوش من وشه. تعرفي اقول لك؟ قالوا ده هو ولع في حاجته وولع معاه، وبعدين سمعنا ان هو الايه ولع في حاجته، ولما ولع قعد يخبط في الحيطان راح دماغه متعوره. ازاي يا جدعان ده كله؟ احنا جت في شقه اللي هو مأجرها في البيت اللي جنبها. بيجي على بالك كده باليومين دول بتقولي ايه؟ انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل. تعرفي حتى يا ست ما قتلتوش، ما جاتش جنبه، ما جاتش جنبه، ولا ابن اتقتل ولا حاجه. ماشي، انا نفسي تتحاسب لان خدتها مني. انت عارفه ان ابوه وامه مش راضيين، خدتيه ليه؟ كنت سيبيه لابوه وامه. عارفه في واحده تتجوز غصب عن الاب والام، ده انت هتعيش زي ما انتوا بيقولوا هتعيشي معاها، ولا شيلي اسمهم. كنت سيبيه الطيبه والحنيه ديت تنفعش. خدتيه ما دخلش تاني، خدتيه من امه وخرجتيه، ما دخلش الا جثه هامده زي ما بيقولوا، جايب زي ما تقولي زي ما بتقولي كده متبهدل. ليه؟ ليه؟ انت ما قتلتوش وما جيتيش جنبه، لكن خدتيه من امه، وانت عارفه انا عندي عامل ازاي؟ حرقتي قلبي عليه. حسبي الله ونعم الوكيل فيها، والله انا ما بقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل فيها. في ناس يقول لك لا امك يا كمال دي مثلا دي حماتي اللي هي عايزاني اعمله لها. لا يا ستي نراضيها الاول مثلا، ده اللي عندهم اصول. لكن دي تقول له تعالى اللي انت عاوز انا اعمله لك، اللي انت ليه خدته ما جاش؟ ما كانش في حد ما بيحبوش. انت يا استاذه لو شفتي، والله والله لو شفتي جنازته زفه. ولا عايز افرح بيه وهيص بيه، وانا قلبي بترمي وتطير الناس ويحوف. اتاريه هو بيجري على اجل، بيجري على اجرته مش فرحه بجنازته. لا ارتعاش ولا صوت، هتبح رجعتي بيدته كمان اللي بقالنا 3 ايام مثلا ما وراناش غيرها على السوشيال ميديا. الكمال الشاب اللي قتلته خطيبته، حاجات كتير قوي جوه التقارير دي، حاجات بتوعينا وبتفهمنا، بناخد منها كل التجارب الصعبه تبقى جرس انذار لينا عشان نتعظ. مرايه الحب عاميه، كتير بنقول كده، تراثنا بيقول كده، تربينا على الأمثال دي، جيلي والجيل اللي قبلي والجيل اللي بعدي عارف ده. لكن والدك ووالدتك، أبوك وأمك، بابا وماما، أو حتى بابا وماما، كلهم بيبقوا تجاربهم هي اللي بتحتم عليهم إن هم يبقى لهم نتيجة مختلفة عن آرائنا. يعني مش لازم اللي يحب حد قوي وتبقى غرقانه في الحب لشوشتها تنجح، لا. ساعات كتير في البرنامج ده بروح اجيبها مضروبه ومتهانه ومتبهدله. مش لازم الشاب اللي بيحب قوي وضحى بامه او باهله ينجح، لا، بروح اجيبه في البرنامج ده ندمان ندم الدنيا. خدوا من تجارب اقرب الناس ليكم، حقكم انكم تحبوا، حب حق مشروع، حقكم، حقكم ان تختاروا عن حب واقتناع، مش اقتناع بس اسمعوا اراء اللي حواليكم. بلاش الرهان الخسران، بلاش الرهان الخسران. الحادثه دي بقى
انتشرت على السوشيال ميديا بالشكل اللي انا هقوله لحضراتكم ده. ما هي السوشيال ميديا ليها عالمها الافتراضي اللي احنا كلنا بنجري عليه. ان دي بنت اتخطبت لكمال الله يرحمه وكان اهله رافضين تماما، وهو كانش حابب يكمل الجوازة فقتلته بالظبط كده، ولعت فيه وولعت في الفرش وفي العفش وخلصت منه. جرينا كلنا، مش انا لوحدي، كتير جدا برامج نزلت في قنوات تانية، وكتير قوي صفحات على ومواقع، صفحات ومواقع اخبارية كبيرة كانت موجودة وانا اوريدي بصور نفس الكلام بيتقال. طب ما دلوقتي النيابة اخلت سبيل ندى. ايوه، ندى النهاردة حرة طليقة، النيابة اخلت سبيلها، اخلت سبيلها بعد ما اخذت بصماتها وبعد ما اخذت خصل من شعرها علشان تتأكد ان هنا في جريمة قتل ونية قتل وتعمد قتل مع سبق الاصرار والترصد ولا لا. الحقيقة امر محير جدا، بستغربه. ساعات السوشيال ميديا بتبقى قاسية قوي قوي، ساعات كلها بنجري وراها بدون وعي ولا فكر، وفي نفس الوقت ساعات بنكون مظلومين لان احنا لا عارفين كمال ولا عارفين ندى. ولكن سيظل الواقع ده موجود جوه العالم ده. لما تكتب البنت اللي قتلت خطيبها وفحمته هيطلع لك ندى، وفي الحقيقه ده ما حصلش. من ساعات قليله جدا النيابه اخلت ندى من اخلت سبيل ندى، من ساعات قليله جدا. هيكون لنا تواصل مع ندى وتحكي لنا الحكايه بالظبط، لان هي يمكن الوحيده اللي معاها حل الشفره دي. في تقارير تانيه يا استاذ احمد؟ بنتكلم على حاجات كتير في اطار اجتماعيتنا. زي ايه؟ زي مثلا التباعد الرهيب اللي بيبقى بين الام وولادها، او بين الاب وولاده. نسب الطلاق الكتير قوي اللي خلت الفجوه دي بتكبر. خدوا بالكم، ممكن انك تفشلي وتسيبي بيتك وتمشي وتتطلقي، برضو ده حق مشروع. ممكن ان الراجل ده ما يبقاش ارتاح معاكي ويمشي. بس اللي مش ممكن ابدا ان احنا نجعل ولادنا ضحايا، ده ما ينفعش. ساعات كتير بنربي ولادنا على الشخصيه، يبقى عندهم شخصيه ومسؤوليه الاختيار. ده مهم، مهم فعلا، لان ده بيبقى طوق النجاه اللي بيرجعوا لنا بيه. اي ست ترتبط بيها تقول لك اخدك من اهلك، اهلك وحشين، اخواتك، مامتك، باباك، دول سيئين، انا ما بحبهمش، ما تفكرش في خير هيجي لك. ايه الخير اللي هيجي؟ دي لو بتحبك بجد كانت حبتهم علشانك. لو فيها 1 من 10 خير كانت رادتهم على خاطر ان هي يعني بتحبك. طيب ولادها اللي هتربيهم لك شكلهم ايه؟ اكيد هيطلعوا نفس الموضوع. هي دي الام اللي بتربي بتبقى مسؤوله مسؤوليه كامله. والعكس عشان الرجاله ما تقولش ان انت بتنصفي السيدات وتسيبي الرجاله، نفس الموضوع. لو جوزك بيبعدك عن اهلك جدا، طب هتعملي ايه؟ طب وولادك؟ طب انت بني ادمه، بني ادمه لحم ودم، محتاجه ام واب واخ. ما تسلميش، روحي لحد من اهله قولوا لهم انا ما بعتهمش عنكم، انا محتاجه اقرب من اهلي. تمسكوا بدوايركم الصغيره دي، لان صدقوني ده طوق النجاه اللي بياخدنا وقت ما بنضل. دي الفرحه اللي كلنا بنجتمع ساعتها وبنقعد نفتكرها، ابن عم، ابن خال، او خال او عم. الموضوع ده مهم، صله الرحم نفسها حلوه. العيد داخل علينا وعلى الابواب، يا فرحه اللي اهله بيخبطوا عليه وبيدخلوا له، يا فرحته، يا فرحة الأسرة اللي قاعدة وعاملة غدا على القد ولقت خالة وخال وعم وعمة وولادهم جايين. ولو في ناس اتوفت وقابلت وكي كريم، فرحة بنت الأهل دي لما أهلها بيجوها، صدقوني ده اللي حلو، مش حاجة تانية، اللي حلو. عايزة أقول حاجة بقى، الداخلية أعلنت عن قواعد القبول بأكاديمية الشرطة للعام اللي احنا فيه ده 21-22 علشان تستقبل الطلاب والأبطال الجداد بقى.
يعني الأكاديمية فتحت وقالت إن ليها قواعد وأعلنت عن ده في مؤتمر رسمي. تعالوا نطلع نشوف ده ونرجع لكم مرة تانية. ابقوا معنا. تفضل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2021-2022 من الحاصلين على أولاً الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65% لهذا العام 2021 أو العام السابق 2020. 2. درجة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث ودرجة البكالوريوس في التربية الرياضية إناث بحد أدنى تقدير مقبول لهذا العام 2021 أو العام السابق 2020. 3. المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية ذكورا وإناث. خلال مؤتمر صحفي بأكاديمية الشرطة أعلن عن فتح باب القبول للالتحاق بكلية الشرطة وفقا لضوابط محددة على أن يبدأ تقديم طلبات للالتحاق بالكلية لحملة شهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق اعتبارا من 20 من الشهر الجاري حتى 12 من شهر أغسطس، وللعام الحالي اعتبارا من 12 من أغسطس حتى 6 من سبتمبر من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث بكالوريوس تربية رياضية إناث للعام السابق 2020 هتبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27/7/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021 من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة. بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث بكالوريوس تربية رياضية إناث للعام الحالي 2021 والحاصلين على المؤهلات الجامعية بكالوريوس ليسانس ماجستير دكتوراه في التخصصات التي تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة لهذا العام 2021 والعام السابق 2020 تبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 21/8/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021 من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة. ويخضع الطالب المتقدم لمجموعة من الاختبارات المحددة تبدأ بالقدرات وصولا للهيئة التي تنقسم إلى تحريري ثم المسؤول أمام اللجنة المشكلة للاختيار بهدف اختيار أفضل العناصر بصورة حيادية للالتحاق بكلية الشرطة. الدخول الأكاديمية للاختبار من بوابة رقم 5 اعتبارا من 6 صباحا مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية خلال فترة الاختبارات للوقاية من فيروس كورونا. التيسيرات المقدمة للمتقدمين لكلية الشرطة: 1. هيتم إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال الموقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تيسيرا على الطلبة أولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم دون تحملهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة. تم طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، يحتوي على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمه مع ملف التقديم. ويتمتع الطلاب الملتحقين بقسم الضباط المتخصصين بمزايا عدة، أهمها منحهم مكافأة طوال فترة الدراسة، كما يمنح الخريج شهادة الدبلوم في مواد الشرطة، ويتمتع بكافة المزايا المقررة لضباط الشرطة عقب التخرج. وتحرص وزارة الداخلية على اختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة بعد التحقق من توافر شروط القبول وإعدادهم الإعداد الأمثل داخل الكلية لنيل شرف مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار. رجعنا لكم مرة تانية في تفاصيل، لكن في حقيقة رجعنا لشكل تاني خالص. رجعنا لراحة البال، رجعنا بالأمان، رجعنا بإن إحنا ساعات بنحتاج الحاجة اللي نتقرب بيها لله قوي وتصبرنا على الدنيا وكروبها ووجعها وألمها. ساعات كتير بنفقد غالي ونبقى عايزين وفي أمس الحاجة إن إحنا بس لسلام منه أو لكلام منه. ده كله طريق،
وليه طريق في الدنيا وليه طريق في الدين، وربنا سبحانه وتعالى ما سبناش كده. علشان كده منورني فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي، أهلا وسهلا بك يا مولانا. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين بخير. كل سنة وحضرتك بألف خير، وكل سنة وفعل خير بألف خير. كل سنة وحضرتك طيبة، والله أنت اللي يعني بتكشف لنا طرق الخير، ومعاكي دايما إن شاء الله، ومع السادة المشاهدين جمهور تفاصيل. أشكرك مولانا. الكروب فيش بيت خالي من الزعل، فيش بيت خالي من الوجع، فيش بيت خالي من الألم، فيش بيت خالي من المرض. احنا يعني دلوقتي بنعيش أيام بنقول على الدنيا السلام، لدرجة احنا نقول يا رب يعني اجعل لنا بقى اللي جاي أفضل، والآخرة يمكن تكون أحسن. الكروب والصدقة أفضل أيام اللي احنا فيها، ودي خير أيام الدنيا، وهي أيام أغلى من الذهب، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم منها بصيام سنة، قيام ليلة واحدة منها كقيام ليلة القدر. والصدقة فيها الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي لا أحد، بمقدار الله سبحانه وتعالى وبمقدار الإخلاص في الصدقة. ولكن لا استنى مولانا، هتقول دي تاني، الله سبحانه وتعالى هو بيعطي بمقدار الله مش بمقدار الصدقة. لا، بمقدار الله سبحانه وتعالى، لأن الأيام دي الله سبحانه وتعالى عملها موسم للخيرات. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها أفضل من العشر. طبعا كلنا نعرف في الإسلام إن الجهاد في سبيل الله أعظم منزلة وأعظم درجة. فجي صحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. طيب يلا بينا ندخل في حياتنا وندق البيبان وندخل في تفاصيل بيوتنا. معانا أم عندها ابن مغلبها جدا جدا، طلع عينها من يعني ببساطة كده، يما متعودين عليا بمواضيع ببساطة كده. والأيام دي يام مفترقة، تلاقي ناس كتير قوي صايمين كتير كتير كتير، خير في أمتي ليوم الدين. نقول لها إيه الأيام دي؟ هو العبادة حضرتك مش عبادة روحية فقط، ولكن العبادة عبادة روحية وعبادة مالية وعبادة بدنية. فعشان أنا ربنا سبحانه وتعالى يحبني في هذه الأيام ويكشف عني الكربة ويكشف عني الهم ويكشف عني الغم، فلا بد أن أعطي بيدي ما أراد الله تعالى أن أعطيه. ولذلك قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم. فاللي عندها ابن قاسي، اللي عندها بنت متأخرة في سن الجواز، اللي عندها مرض عجز الأطباء عن تشخيصه، فلتنفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة. أما هذه الأم فأقول لها يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكاشف الله، فإن بليت بشيء فثق بالله وارض به، لا تجزعن فإن الكافي الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. الله الله الله، فالله محدث بعد العسر ميسرة. تعالوا نطلع ندخل الميسرة بقى على أصحاب التقرير الجاي، ابقوا معنا. احنا ماشيين والله يعني صعب علينا قوي 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 قوي، وهي عماله تعيط وعماله تقول انا ماليش حد غير ربنا سبحانه وتعالى، ابني رماني وجوزي طلقني من 20 سنة، وامي عندها جلطه، وقاعده لوحدي ارمله، ومحدش بيمدلي ايد حنيه. يا
رب ينجيكم ويحضر لكم اللي بالخرزة ما تحضروا له اللي بالخير ويبعد عنكم شر المرض يا رب وما تحتاجوش ابدا زي ما انا محتاجه كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك ايه يا حاج؟ هند حامد عبد الباقي. مالك بتعيطي ليه؟ البيت اهو زي ما انت شايف قاعده في السمس ولا عندهم ميه ولا عندي حاجه، ساعة راح ابن ما عند حد بقى متقلبين علي. هو قطر جركن اهو والله ما في غيره. وعايزه شاتم ميه. اي حاجه من عندكم انتوا تساعدوني لوجه الله وربنا يستر عليكم يا رب. ابنك فين؟ ابني واخدته مراته مش على مصر. خدته مراته وخدته على مصر؟ ايوه مش على مصر خدته ومشت. حتى على العيد ما بيجنيش والله ما بيجن على العيد خالص ولا بيفتكر فيه بعد عدد ده كله عليه. طيب لو سقتها وهي عطشانة؟ ومن سقى مسلما على ظمأ رواه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. ولو بصيت لها بقلبك قلبك هيوجعك قوي، لانها فيها كل حاجة لازم تساعدها. لو اعتبرتها والدتك ولا اعتبرتها اختك ولا اعتبرتها كل شيء موجود في الست هنا. دي الصورة اللي بألف كلمة، دي الصورة اللي بتتكلم عن واقع صعب قوي. يمكن بدون مؤسسة فعل خير احنا مكناش هنشوف ده، يمكن ما كانش يجي في عقولنا اللي احنا نعرف ده، ان في ناس عايشة كده. احنا دلوقتي في ايام حر جدا جدا، يعني ما اصعبها. يعني الصدقة تنجي من حر يوم القيامة؟ العباد ليهم انواع من العبادة. عبادة بدنية دي صلاة وصيام، لكن عبادة مالية ودي مطلوبة كمان. طب انت هتستنى ايه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هو مدد لك ايده دلوقتي وهو اللي هيعطيك. لا انا هقول بمية ولا بسبعمية ولا بألف ولا بخمسمائة ألف، ولا الله سبحانه وتعالى يعطي على قدره هو. لما نشوف كلنا الست دي، لما نشوف الست دي احنا مستنيين ايه؟ لازم تخلي الدنيا في ايدك، ولازم تعمل لها وصلة المية. ده والله بملاليم، ده وصلة المية 3000 جنيه. وصلة المية 3000 جنيه، والنبي عليه الصلاة والسلام 3000 جنيه. طب تعالى انت عاوز تعمل بير 30000 جنيه يسقي 4000 سنة كاملة. 4000 انسان تسقيهم من البير سنة كاملة. طيب لو حضرتك عاوز تدفع قسط في سقف، سقف المريض، سقف اليتيم، سقف الأمة الأرملة بتربي في يتامى 5000 جنيه. طيب عندي سؤال لحضرتك. يمكن احنا في الأيام المفترجة دي، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى بيدينا فرص في الدنيا عشان نكمل بيها. في الحقيقة أنا وأنا قاعدة على السوشيال ميديا كده فاتحة الفيسبوك شفت بوست. البوست ده بيقول إن الجسد وما بيرحل وربنا سبحانه وتعالى بيسترد أمانته، بتدخل القبر، بعد ما بيدخل القبر بيجي الملاكين يسألوه، أول ما بيقوم بيتخبط فبيعرف إن هو مات، ثم بعد كده تنتقل الروح دي لإن في البرزخ، إما تنتظر الجنة أو تنتظر النار. في الوقت ده لو أي واحد جه زاره على القبر، الروح دي بيستدعيها ملك بتنزل تستقبل اللي جاله يزوره. معقول في الأيام المفترجة دي أنا لو عملت صدقة توصل لغالي رحل، أب أو أم أو أخ أو أخت؟ احنا نسمع بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أعطوا لميتكم هدية، أعطوا لميتكم هدية، والهدية هي الصدقة. الصدقة كمان هتوقف جنبه في القبر. فإذا الملك اللي هيروح يسأله هيقول له أنت عمل لك بير صدقة، فهيفرح وسط الناس؟ لا، ده الصدقة هي اللي هتقف في وش الملك. الملكين بيجوا يقوموا الميت عشان يسألوه. هنا الصلاة تجلس على اليمين والصدقة تجلس على اليسار، فإذا جاء الملكان يقيمانه
من ناحية اليمين قالت الصلاة لا تقلقاه من جهتي فطالما سجد لله رب العالمين. يا الله. إذا جم من ناحية الشمال تقول الصدقة لا تقلقاه من جهتي فطالما أنفق في سبيل الله رب العالمين. القضية ما هياش سهلة. وعشان أنا بقول إن الصدقة ملهاش حساب في الأيام دي، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك فإن لك مع أول قطرة من دمها أن يغفر الله لك ولك بكل شعرة فيها صدقة. طيب لو أنا عايزة آجي معاك وأدخل وأعمل صك أضحية في مؤسسة فعل خير. صك الأضحية إحنا عاملين السنة دي عاملينها كلها بلدي صافي. ما شاء الله. 3700 جنيه يصل إلى المتبرع فيها 10 كيلو لحم صافي إلى بيته. فإذا كان على قدره عاوز يطعم بس مش عاوز ياخد لحمة من الأضحية، إحنا عاملين صك ب200 جنيه. لو واحد عاوز يعمل خروف ده ب3700، ده قيمة وزنه 40 كيلو لحم صافي. فإذا كان حد عاوز يعمل يخش هو وابنه وبنته وزوجته أسرة مع بعض، أسرة مع بعضها مكونة من 7، إحنا عاملين لهم كمان أضحية ب25,000 جنيه وزنها 350 كيلو لا يقل عن ذلك بل يزيد، ويصله 30 كيلو لحم إلى بيته. الأضحية هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، دليل على قوة الإيمان، أيضا دليل على أن الدنيا في يد صاحبها وليست في قلبه. حد يقول هو أنا لازم كل سنة ضحي؟ نقول له إيه؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. اجعل الدنيا في يدك وانظر كيف يحبك الله، متى يحبك أن تدخل السرور على مسلم، متى يحبك أن تكبر خاطر مسلم، متى يحبك أن تنفق فالله تعالى يناديك أنفق أنفق عليه. حب في الشيخ إبراهيم قوي إن إجابته حاضرة وقوية كده، حتى وإحنا بنسأله كلنا ككرو في أمورنا الشخصية. طب والله بتشرفني وبتنورني. ربنا يخلي حضرتك وكل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مرة تانية. أبكوا أنا. إذا كانت الصدقة تطفئ غضب الرب والصدقة تطفئ نار جهنم. عايزين بيرو مية نشرب منه، رجلي وجعان وبطلانة وبروح أشيل الصفيحة على رأسي عمل ما أجيب شوية مية العيال يشرب. عايزين بيرو مية هنا نشرب منه، يا أهل الخير يا أهل السواب. المية حلوة سواب عند ربنا، بشيل مية وبنزل في سكة مرتين وأنا ماشية كده على رأسي الصفية. محتاجين المية خالص، وانا داري واجعني ورجلي انشحت اللي مننا مية من اخر الدنيا، والمنطقة دي ما فيهاش مية خالص. محتاجين المية، اهم حاجة المية. لا يصلح حالكم يا رب وينولكم طريقكم وتعفوكم شر الضعف شر المرض. يا رب يا رب يبارك له. جيب له مية من اخر الدنيا، واحنا عايزين المية هنا في المنطقة. يجعلكم اهل الخير على طول يا رب، يبارك لكم يبارك فيكم ويريحكم زي ما هتريحون، ويبارك فيكم ويرويكم من ويرويكم يا رب بالخير يا رب، ويخليكم يا رب. عايزين للمي، احنا عايزين للمي والله. انا وعندي اولادي عندهم املاح وصديد من ميه الطرمبه، وعامله له كشف لهم الثلاثه وعلاج غالي وعشان المي، وبخاف اسيبهم واروح اخر الدنيا عشان املا مي. والصدقة يقف المتصدق في ظلها يوم القيامة حتى يقضى بين الخلائق. واحنا عايزين من سيدتكم بير هنا لو سمحتوا، يعني عايزين بير هنا ماشي، ولو اذا سمحتوا يعني عشان الناس هنا عيانة وكتر المرض هنا في جرة المية بتاع الطرمبات اللي احنا بنشربها. يا اهل الخير احنا عايزين بير هنا، الناس تعبت من المية دي وجالها صديد واملاع، يا ريت بس تدقلنا برينات. واللي مايه تعبانه، اللي عنده مريض كلى مريض بالسكر، اللي مايه بتتعبه. والصدقة ولو كانت بشق تمرة يربيها الله لأحدكم حتى تكون مثل جبل أحد. ما أعظم عطاء الله،
عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الصدقة قال الماء. الجزاء من جنس العمل، احنا عايشين كده وعارفين كده وتربينا على ده، خدناه في المدارس وخدناه في ديننا وسمعناها في كتاب ربنا الكريم وسمعناها في إذاعة الراديو الكريم واحنا رايحين الصبح المدرسة. ما بالك بقى لو عملك صدقة لناس زي دي، ايه جزائك عند ربنا؟ ما بالك لو ادخلت سرور على ناس محتاجة فعلا زي دي، اكيد جزاء كبير جدا. مش الجزاء من جنس العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم، يعني النهاردة حضرتك بسم الله ما شاء الله، يعني قال صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة. عشان كده حضرتك بتقولي ده هم صايمين، أنا بقول له صحيح أنت صايم وليك ثواب كبير جدا، لكن اوعى تنسى نفسك من إخراج صدقة. وخير العبادة سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. فإذا كان الجزاء من جنس العمل، النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال لنا كده، قال لنا من سقى مسلما على ظمأ رواه الله من الرحيق المختوم. ده احنا إذا كان يوم القيامة، تعرف حضرتك طول يوم القيامة 50,000 سنة، السنة مش 366 يوم، ده اليوم الواحد من 50,000 سنة ب1,000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة. شفت طول يوم القيامة ده؟ الحر يقتل، الحر قاتل، الشمس تمد يدك فتمسكها. طيب وإحنا بالحر ده وواقفين هنا محتاج مظلة طبعا، عاوز أنت عاوز مظلة، الله خلينا في المظلة، أنا مش هنتقل منها، خلينا في المظلة. طب النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي هيديلك المظلة دي. طب قال إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يجلس المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الخلائق، والناس يفر بعضهم إلى بعض يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، والنار تلحق يمينا وشمالا، ثم الحر يفعل الأفاعيل، كل منهم يطلب من أخيه صدقة، حتى الأب يقول يا بني ربيتك أريد صدقة واحدة، والأم تنادي لبنتها أريد صدقة واحدة، يقول الابن والأم والبنت إنا نعاني مما تعانوا منه. هنا تدركك رحمة الله، والكل يقول سلم سلم، الكل يتمنى الانصراف ولو إلى جهنم، الأنبياء ينادون سلم سلم، فإذا بنا تنشق الأرض ونجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على حوضه الشريف. خلي بال حضرتك، احنا هنا سقينا الناس في الدنيا، طب انت عاوز تشرب يوم القيامة هتشرب من فين؟ من حوض سيدنا النبي، من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. الحوض بقى بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقف عليه رسول الله، وتقف عليه الملائكة، ويقف عليه جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عزازيل أو عزرائيل، كلهم يسكون أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وتقف ملائكة يزودون ناسا عن الحوض، يقول رسول الله إنهم من أمتي، يقولون يا رسول الله إنك لا تدري كيف أحدثوا بعدك. قلنا لهم اتصدقوا بالمية ما تصدقوش، قلنا لهم اسقوا الغلابة ما سأهمش، قلنا لهم تصدقوا على المحتاجين ما عملوش كده، إنك يا رسول الله لا تدري كيف أحدثوا بعدك. هنا وهنا فقط تنفع سقيا الماء. طيب تعال أخذك لمحاجة مختلفة أو موجودة جواك مجتمعنا. أم بتعاني من إن دايما عندها ابن أو بنت على خلافات زوجية، ودايما بيقفوا على الطلاق، يعني تجيب نفسها وتجيلها وعيالها وتقعد، كانت الأول لوحدها بعد كده بقت واحد بعد كده بقت اتنين، وتكرر هذا الأمر، وانت عارف كل أمة بتحبش لبنتها الخراب أو لابنها. والله أكيد طبعا ده كرب، ده في حد ذاته كرب، وكرب شديد قوي. الأيام دي تقدر تنفعها الصدقة؟ الصدقة هي الباب الوحيد الأول في كشف الكرب، كل أنواع الكرب. استنى والنبي الله يرضى عليك، الكلام الحلو المهم ده بقى، تعالوا نطلع نشوف تقريرنا ونرجع ليكم مرة تانية، ابقوا معنا. We'll be right back.
عاشت ولاده كده. والله صعبان عليا عاشت ولاده، وبعدين زي ما انتوا شايفين كده ما عندهاش بيت حاجه اللي هو البيت ده، وعايزين نعمل لهم بيت وعايزين نعمل لهم حاجه. الاطفال دول ابوهم مات وسابوا. انا بيصعب عليا ساعات ما بيشوف حد يقول يا بابا احمد، ساعات ما بيقول يا بابا انا بفتكر ابوه، بفتكر محمد. والله العظيم محمد كان حنين فيا قوي، ومحمد كان قريب من قلبي والله العظيم. اعبد العباده ادخال السرور على اخيك المسلم. كان عيان، وساعات ما يقول يا امي انا تعبان يا امي، ودني للدكتور يا امي انا تعبان. وانا كنت عايزه محمد يعيش اقسم بالله، وما كنتش عايزه اي حاجه تاني. وعايزين والله العظيم بس نعمل له البيت ده لاولاده عشان يرتاح، عشان هو اصلا كان تعبان، ما عندهمش اي شيء خالص، ولا اي حاجه، ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه خالص والله العظيم. وكل الناس تعرف بكده والله العظيم. محمد ابني ما فات اي حاجه، ما عايزين عداد ميه، وعايزين هو الكهرباء فيها هو. بس احنا عايزين عداد ميه، وعايزين تعملوا لنا السقف زي ما انتوا شايفينه اهو دي. والله العظيم كده، ما انا ربنا اللي علمه بالحاله، وكل الناس تعرف اقسم بالله. وهم اطفال همضي زي ما انتوا شايفين، احمد ما كملش سنتين، وترتيل عندها 8 شهور. والله العظيم زي ما انتوا شايفين الحاله دي كده يا جماعه قدامكم، وربنا بحاجه لنا بيجعله في ميزان حسناتكم، ويجعلكم في الخير دايما. كان نفسي جازي يعيش، حتى لو كنا نعيش في عشة، بس كان يعيش على الأقل، كان يبقى سترنا أنا وعيالي، وكان يبقى لهم أب اللي هو يجري عليهم. بس هو خلاص قعدت معاه سنتين ونص بس بعد جوازنا، ومات الله. أهلا وسهلا بيكم مرة تانية. محتاجين 40 بير في المكان ده، 40 بير يقدر كل الناس اللي موجودة تستفيد منه. محتاجين 100 وصلة مية، 100 وصلة مية. على مدار الوقت في ناس دايما بتساعد مؤسسة فعل خير، وانا عندي ثقة كبيرة قوي في جمهور برنامجنا. مش محتاجين 100 وصلة مية و40. بفضل الله سبحانه وتعالى احنا عملنا هناك ازيد من 500 وصلة مية، وباقي 100 وصلة حتى نكفي الناس اللي هم 11 اللي موجودين في المكان ده. كمان عاوزين 30 بير عشان على وجه السرعة، لان الناس هناك لاطفال. 40 يعني بير ولا 30 بير؟ 30 بير عاوزينهم هناك في المنطقة دي عشان يكفينا ونكفي برضو المنطقة. كمان الناس يمدوا ايديهم لموا اليتامى دول، لانه ما من رجل اكرم يتيما الا واكرمه من اجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد اليتامى. فمن منهم يمد يده حتى نسقي الناس العطاشة، حتى نفك كربتهم، حتى نكشف عنهم همهم وغمهم. فإذا ما كشفنا عنهم همومهم وغمومهم كشف الله عنا كل هم وكل غم. هرجع لسؤالي، الطلاق الكتير، الموضوع كبر، ناس بتنفصل كتير، أطفال بتتبهدل كتير، تبقى ضحايا الموضوع ده، هل فعلا الصدقة تنجيهم؟ الصدقة تكشف كل الكروب بكل أنواعها، لأن أنا حضرتك وأنا بتصدق أنا بحط في يمين الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يكشف الكرب. وفي قصة موسى اللي إن شاء الله بإذن الله في لقاء قادم نقولها ونفهم الناس ونوعي الناس ونقول لهم إن سيدنا موسى كان عنده كروبات شديدة جدا، بالصدقة ربنا سبحانه وتعالى كشفها عنه. لكن أرجع حضرتك تاني أنبه وبين إن وصلة المية 3000 جنيه، والسقف 5000 جنيه، البير 30000 جنيه، لكن كمان الأضحية 3700 اللي هي الصك الأضحية، 200 جنيه صك اللحمة، الخروف ب 3700 اللي هو وزنه لا يقل عن 40 كيلو، 25000 جنيه ذبيحة كاملة من الجاموس اللحم البلدي
ب 350 كيلو ب 25,000 جنيه. نورتيني وشرفتيني فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي. ربنا يبارك فيك. دايما تفاصيل بيرحب بمؤسسة فعل خير لأن أنتوا على قد القول والأفعال فعلا. دايما كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيب، العيد على الأبواب، ما تحرموش الناس دي لا تدخل الفرحة بيوتهم. الفقرة اللي جاية إيه؟ الفقرة اللي جاية للناس اليأسانة. الناس اللي عملت حاولت تغير من شكلها كتير وجريت عملت أنظمة غذائية كتير وفشلت كتير. لا ما تخافوش، في الفقرة الجاية دي إن شاء الله الحل موجود، ابقوا معنا. ختامه مسك، ما ينفعش يبقى برنامجنا برنامج أسرة وشكل مجتمعية وحياتنا وبيوتنا وما نتكلمش فيها عن إن إزاي يبقى شكلنا حلو. إزاي لو أنا ست مليانة حبتين وحاولت أعمل أنظمة غذائية كتير وما قدرتش أوصل للنتيجة وأصاب باليأس؟ إزاي أنا زوج بدأت تبقى عندي مشاكل صحية حقيقية وعدم رغبة في حاجات كتير وإن أنا نفسي اعمل دايت ومش عارف ابتدي منين؟ طب انا ام وعندي ابن وابنه مليانين، طب هسيبهم كده لقدرهم؟ كل دي حياتنا، ما ده احنا، ما ده مجتمعنا، ما دي اسرنا في كل العالم العربي. علشان كده منورني ومشرفني دكتور رامي عطيه، اخصائي التغذيه العلاجيه جامعه ستانفورد، مؤسس منظومه دكتور دايت. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا نهال، ازيك ومبروك البرنامج ويا رب دايما بتوفيق ونجاح. اشكرك يا دكتور رامي، نورتيني وشرفتيني. منوره، ربنا يخليكي. يأس يا دكتور رامي. مشكله غريبه رغم ان الحلول بقت سهله. صح. يعني التكنولوجيا وصلتنا دلوقتي ان انت قاعد في بيتك وقادرين ان احنا نخسسك وحققنا نجاحات وارقام و40 و50 و60 كيلو في شهرين وثلاثه واربعه وناس حياتهم اتقلبت في حته ثانيه خالص. فانا بستغرب الناس اللي مش عارف ياخد قرار دلوقتي، ايه المشكله اللي انت يعني محتاج ايه ثاني عشان تاخد قرار؟ بتساعدهم ازاي يا دكتور؟ يعني لو انا مثلا بتشوفني ست مليانه وبنت مليانه راجل تخين وعايز يبتدي ويجي يلاقي معانا، هل دكتور رامي تساعده ازاي؟ بتقول له ايه؟ بصي، اول حاجه زي ما بنتفق دايما احنا لازم نعرف الحاله وطبعها عامل ازاي. اكبر غلطه الناس بتعملها اللي هو بيستسهل بيقول لك ايه، هخش اجرب اجيب نظام غذائي امشي عليه، هخش مش عارف اعمل ايه. حبيبي، هل ده مناسب ليك او هل ده مناسب ليكي؟ لصحتك، لشعرك، لبشرتك، هرموناتك، جسمك عامل ازاي؟ ناس بتدخل نفسها في سكك تانية، بيحصل انيميا، شعري بيقع، صحتي بتتدهور، في فيتامين نرفزه وعصبيه واكتئاب، وفي الاخر ارجع اقول ايه، الدايت بقى وحش ومش عارف اشتغل ومش عارف. مع الدايت اتطور كتير وبقى في حاجات مختلفه تماما. احنا بقينا نشتغل على يعني مفيش بقى نظام كيميائي ونظام كيتو ممنوع وحرمان، الكلام ده خلاص بقى في حاجه اسمها اكل صحي. اكل صحي وفي منتجات عباره عن اعشاب طبيعيه، تعالي ندمج الاثنين دول مع بعض وفي طريقه اكل تخلي الدواء ده يديني نتيجه كويسه قوي. يعني كمان الدواء لوحده مش هو كفايه، لا في نظام اكل واكل طبيعي. مش هقول لك ان انت هتاكلي اكل صعب واكل مش هتقدري عليه، لا هتاكلي اكل كويس واكل مناسب مع بعض الاعشاب الطبيعيه، مفيش ادويه خالص. يعني في ناس تقول لي انا بخاف من الدواء، انا ما بديش دواء. احنا بنتكلم في مستخلصات طبيعيه من اعشاب طبيعيه، حاجه ناتشرال تماما. في حالات كتيره من دكاتره قلب وبطنه وسكر وضغط بيحولونا للحالات بتاعتهم لانهم عارفين الحاجات دي سيف وامنه تماما مع الحالات بتاعتهم. ببقى مبسوطه قوي فخوره بكل ام ماشيه جنب بنتها معاها في التراك في النادي مثلا، او تقعد في مكان تلاقي وجبتها هي اللي صغيره وباقي اخواتها وجبتهم كبيره علشان البنت دي مليانه شويه. علشان الانجاب، احنا لو وجدنا دلوقتي هنلاقي ان نسبة كبيرة جدا من ضعف الانجاب او عدم وجوده او صلاحيته في فتاة معينة بيبقى السمنة. صح يا دكتور اللي بقوله ده؟ تكيسات المبايض. اي صح. انا عايز اقولك انا ملاحظ كمان اخر شهر ونص كده حالات كتير قوي بتكلمني اطفال يعيني 12 و13 و14 سنة، لك انا ابني وزنه 60 كيلو، وزنه 70 كيلو. طب احنا ساكتين ليه؟ انا دلوقتي بتكلم على الاسرة، على البيت دلوقتي، انا بتكلم على الاب وعلى الام وعلى الاولاد. احنا نقدر نعمل لايف ستايل صح وناكل اكل هيلثي، ما بقولش هنتحرم، ما بقولش مش هناكل، هناكل صح، هناكل اكل، هنعرف نعمل نظام غذائي وبنفصل لكل حاله. يعني اكيد مش كل الناس اسطمبه واحده ويلا تعالوا هو ده اللي هنمشي عليه، لا كل حاله حسب طبيعتي، شغلي، بصحى امتى وبنام امتى، بنرتب الكلام ده كله مع بعض ونعمل نظام هيلثي. وبقى فعلا معانا دلوقتي اسره، تلاقي الزوج والزوجه وساعات مع كمان الاولاد
شغالين، طب انا زوجه يعني حاسه ان انا كبرت شويه، طب قابلتي ذنبهم ايه؟ لسه انت بتقولي موضوع انا يعني مش شايفه المشكله دلوقتي، بس لو البنت كبرت ومش عارفه تخلف، طب انا ساكت ليه؟ سايب الموضوع للفتره دي كلها ليه؟ سايب الموضوع عمال يزيد واخش في سن المفرطه وابدا اتكلم فوق ال 100 كيلو 120 كيلو كتير كتير. احنا في حالات معانا 180 و190 كيلو بس ما شاء الله تبارك الله. طب والنتيجه ايه؟ لا والله الحمد لله، انا عايز اقول لك انا كان في حاجه الحمد لله يا رب العالمين، ده توفيق ربنا وشاطرين جدا، والمهم بنشتغل بضمير بنتابع الحاله. بصي دايما انا يعني في ناس تقول لي ايه اخد الدواء وخلاص، ما فيش حاجه اسمها اخد الدواء وخلاص، والناس اللي بتستسهل وتسمع الكلمه بتاعت خد دواء من غير دايت ده بيشتغل على المخ وبيعمل مشاكل لا حصر لها، فده لازم زي صح، ولازم يكون في علاج، ولازم يكون في حد متخصص بتابع معاه. انا كل اسبوع بغير الدايت، بغير النظام، بوقف، بريح، بنراعي الحاله النفسيه. حالات ممكن نوقف مع بعض اسبوع و10 ايام من الكورس خالص ونريح، وانا نفسيا انا محتاج الحاله دي تطلع من مود لمود تاني خالص. فكل ده بيحصل بالمتابعه الانتراكشن اللي موجود. دلوقتي السوشيال ميديا بقت موجوده، بتقدر تتواصل على الفيسبوك، تقدر تتواصل على انستجرام، في متابعه على الواتساب بشكل يومي، يعني الناس بتبعت لي يوميا احنا عملنا ايه؟ يعني قبل ما اخش لك واحده لسه بعتت لي نسيت اخد دواء الغدا، عايز اخد، بنشوف الحلول ايوه عشان نوصل للنتيجه. الله عليكم. الموضوع بقى سهل مش صعب. الله عليكم. استمراريه في النظام الغذائي مهم جدا. طبعا. هم معاهم مفتاح الاستمراريه. لما بندخل مكان وبنبقى معزومين كاهل واصدقاء واصحاب في اي عزومه بقى وفي اي فرح او تجد سيدة عندها مثلا رقم والسيدة التانية عندها نفس الرقم، إلا إنك ممكن تقول إن فلانة بنت خالتي دي أصغر من فلانة دي، يبان إن هم أصغر من بعض ولا 20 سنة. السبب سبب إن هي ما بتسيبش نفسها للألم، ألم المفاصل، ألم الفقرات. يبقى قاعدة كده واحدة 20 30 40 سنة والله وجوزها جنبها حد يقول يعني شبهه ابنها، والعكس صحيح برضو، الراجل صح. تلاقيه مثلا زيادة في الوزن مراته جنبه كأنه بنته أو حد قريب. طب ليه ما نتنسقش؟ ليه ما نشتغلش على منظومة صح؟ هل انتوا فاكرين ان هي شكل؟ لا، يعني هل القصة شكل؟ صحة صحة. ازاي ابقى بصحتي؟ ازاي اشتغل عشان اصرف على بيتي بشكل كويس واقدر اقوم بواجباتي؟ ازاي انا كمان كست اخدم بيتي واخدم ولادي واخدم جوزي ويبقى شكلي حلو في البيت، تبقى صحتي قادر استحمل، اعرف اتحرك على رجلي؟ يعني انا عايز اقول لك كميه الناس اللي بتقعد تشتكي كمان تقول لك ايه؟ مش عارف اخدم الولاد. طب انا استنيت ليه ما وصلت لمرحله مش عارف؟ وانا لازم يحصل لي مشكله؟ انت عارفه ان معظم الحالات ديت اللي الوزن بتاعهم عدى 90 وال 100 كيلو ومش متناسق مع الطول بتاعهم، عندهم الكبد ده تعملي له سونار تلاقي حجمه بقى 30 35 وهو المفروض يكون 17 18. يعني الكبد تضاعف ضعفين، وبالتالي حصل على تشمع، عندي طبقه دهنيه كبيره قوي. فتخيلي بقى ان كل ده بيأثر على الفيتامين والمعادن اللي موجوده في الجسم. المناعه بتاعتك وقعت، لو كورونا معديه من بره الباب بره هتبقى انت عرضه ليها بشكل كبير جدا. صح دكتور. ساعات اجسامنا بتختلف، تلاقي ست مليانه من تحت، واحده تانيه ليها بطن بعد مرتين ثلاثه ولاده، واحده دراعاتها مليانه اكيد، واحده راجل برضو بيبقى مليان شويه زاد كرش او شويه ارداف زادوا جدا، مقاساته اختلفت، ده بيأثر علينا نفسيا وبنحبط اكيد، بنصاب باحباط. بيجي شخصيه بتشوفني انا وحضرتك بتحاول طول الوقت طول الوقت، يفضل يحاول 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 لحد في محاوله اكيد هتنجح. انتوا الكورس بتاعكم شكله ايه؟ لا هي عشان تكون محاوله ناجحه لازم تكون محاوله صحيحه. الله، يعني ايه بقى محاوله صحيحه؟ يعني نحط ايدينا على المشكله ونبدا نشتغل عليها. انا بتكلم هنا مثلا في دهون موضعيه. دهون موضعيه، في بعض الناس تلاقيه يقول لك ايه عندي زياده 30 40 كيلو بس انا عندي مشكله البطن. لا، انت هنا مش مشكله بطن خالص، انت سمنه مفرطه، انت عندك دهون كتير قوي نشتغل عليها، ولما نبدا نوصل ونقرب نشوف هل فعلا في مشكله موضعيه ولا لا. ولكن في حالات 7 و8 و10 كيلو هو زي ما انت بتقولي بقى عندي مشكله في الرجلين، مشكله في البطن، دي في مواد فعاله، ويعني ده يعني التطوير اللي بيحصل في والعلب اللي بيحصل على طول على المواد الفعاله زي السي ال اي كونجكتد لينوليك اسيد، الفوسفودايل كولين، دي حاجات طبيعيه على فكره. السي ال اي ده جاي من القهوه الخضراء، الفوسفودايل كولين ده جاي من فول الصويا، يعني فول الصويا اللي المفروض بيتخن بنعرف نستخلص منه ماده واحده تشتغل على الدهون الموضعيه دي، ويتعمل له برنامج غذائي مناسب ليه، مناسب للدهون الموضعيه. وبقينا عاملين دلوقتي برامج كمان سريعه مكثفه اللي هو 15 يوم 30 يوم توصلك للنتيجه اللي انت عايزها. الله يبارك لك والله فعلا. يعني في امرجنسي انا محتاج اخش لا قدر الله عمليه، عندي بلاش حاجه وحشه، عايزين عندي مناسبه عايز اروح احضرها شكلي كويس، عايز الحق. ايوه. فنقدر نخش في التراك ده بقى، الكورس السريع او الكورس بنركز على حاجه منطقه معينه،
او محتاج ان انا انزل وزن كبير بسرعه. نقدر نشتغل على حاجه زي كده ونوصل للنتيجه دي على طول ان شاء الله. طيب لو حد بيشوفنا سكر والضغط عاملين ايه معاكم؟ اقول لك على حاجه ويعني ناس كتير قوي ما تعرفهاش ومش هتتخيل القصه دي. انت عارفه ان بيقول لك ان بالنسبه للست المقاس بتاع البطن ما يزيدش عن 90 سنتي وعند الراجل 100 سنتي. مجرد ان المقاس زاد عن كده انت هنا عرضه لمقاومه الانسولين. مقاومه انسولين يعني ايه بالراحه كده؟ انا الدهون مغلفه، انت الدهون دي مش شويه طبقه تحت الجلد، ده جوه حوالين الكبد والبنكرياس كل ده متغطي بدهون، فمفيش تفاعل بينهم مش عارفين يشتغلوا. مره دكتور رامي قال لي زيك طرب كده. عارفه انت لفه الطرب كده؟ هي واحد عندنا لفه واحده، في واحد عنده لفتين، في واحد عنده ده بقى عنده لفات كتير قوي مبوظ الدنيا جوه. بهدل نفسه. فالجسم من جوه مش عارف يعني في حركه غذائيه بتحصل وفي حركه هرمونات بتحصل، كل ده ما بيحصلش. فمش حاسس بالانسولين اللي بيتفرز. في سكر في الدم كل شويه عمال يفرز انسولين والجسم مش حاسس لان مش عارف يستقبله. هنخش هنا في سكر تايب 2. ايوه يعني انت بمنتهى البساطه كده واخد نفسك على خط السكر. طب والدهون الثلاثيه والكوليسترول ده كله ده فين؟ في الشرايين، عمال يترسب، عمال يضيق، الدم من القلب مش قادر يشتغل، عمال يضخ وفي حاجه بتعيقه واقفه. درجتين سلم ينهجوه يبقى مش قادر ياخد نفسه. مش عارف ياخد نفسه، ما كل الحجم ده ضاغط على الحجاب الحاجز. فالرئه مش واخده راحتها. انت داخل في حاجات تراكات كتير قوي، داخل في شنطه ادويه وداخل في مشاكل. طب تعالي نشوف الوزن. أنا الزيادة الكيلو في البطن بيعمل إيه؟ بيعمل 5 كيلو زيادة على الرجل. إنك شايل على رجلك زيادة 5 كيلو، شوف أنت عندك كام كيلو مزوده. ومش حاسس بالقصة دي، الدنيا واخداك شوية وبتقول أصل أنا بحب الأكل، طب أنا ما قلتش جاي أحرمك من الأكل. أنت هتاكل بس تاكل صح. تاكل اللي بتحبه بس بطريقة مقننة، هنظبطها مع بعض، يعني داخلين على عيد كل سنة وأنت طيب. حضرتك طيب صح. مش هناكل هناكل فتة. هناكل لحمة، هناكل الحاجات دي. بتأكلهم؟ لازم. اه والله فعلا بيأكل. والله لازم، هو بس مش هينفع احرم. اه صح. لو حرام لو حرمت حد وخلص الدايت بتاعه واستحملني مجرد ما هيبطل هيرجع يزيد تاني. ايوه. يبقى انا هنا ضحكت عليه مش خسسته. لان اصعب حاجه ان انت تدي حد امل وتوصليه لحاجه معينه ويرجع تاني، وهتلاقي ناس كتير قوي اللي هي بتعتمد على حاجات غلط يجي في الاخر يقول لك ايه انا خسيت 15 كيلو بس رجعت 20 كيلو. ايوه. وتفضل في الدايره دي بقى، لا احنا عايزين نقطع الدايره دي خالص. طيب. اخس صح؟ واثبت. انا الحمد لله يا رب في حالات بقى لها سنه وسنتين مخلصها، كل مناسبه وكل عيد يتصل ويسلم ويبارك ويقول لك انا زي ما انا. انا واصل. لو انت فاكره كان طلع معانا من سنه تقريبا الحاج عبد العزيز. ايوه. لغايه دلوقتي بيبعت لي كل مناسبه ويسلم علينا ويقول لي بص، ويبعت لي صورته، بص يا دكتور انا زي ما انا. طبعا لان هو فخور بنفسه. طبعا كل واحد فينا حقه يختار لنفسه حياه جديده. النجاح والاصرار حتى في شكل جسمنا حتى شيء يأس أبدا، لازم نحاول مرة واثنين وثلاثة. في ناس بتبقى على أشرف العمليات دايما حقيقي. معروفة عنك يا دكتور رامي آخر محاولة نعملها معاك قبل العملية يلا مع دكتور رامي عطية، إيه بقى السر في ده؟ بصي الحمد لله رب العالمين إن نجحنا مع حالات معقدة شوية. بمعنى إيه حالات معقدة؟ الحالات اللي أنت بتتكلمي الناس عندها مقاومة أنسولين ده بيكون نزوله صعب جدا. الفترة اللي فاتت يعني ناس كتيرة يعني ربنا صابهم بكورونا وخدوا كورتيزونات بنسبه صح كبيره قوي. صح. فده ادى اثر صعب شويه ان هو يشتغل. في ناس عندها مشاكل الغده وعنده الغده متوقفه، بياخد هرمون تعويضي بيساعد شويه بس مش عارف يوصل لمعدل الحرق الطبيعي بتاعه. فالحالات دي الحالات السبيسيفيك قوي دي احنا الحمد لله يا رب يعني وصلنا معاها لنتائج كبيره قوي ونزلوا الارقام اللي هم ما كانوش متخيلينها. اللي هم كان بيقول لك انا بقعد سنه وسنه ونص بعمل دايت عشان اجيب ربع الرقم ده ما كانش بيحصل. الله. فهو ده الحمد لله يا رب اللي ادانا الثقه وادانا المكانه ديت ان احنا يعني بنقدر الحالات الحرجه او الحالات الصعبه اللي ما كانتش بتنزل الحمد لله قدرنا نوصلها. بمنتهى البساطه انت بتستخدمي العلم، مش هي مش فهلوه ومش خد الحبايتين دول واجري، لا في علم. في حاجه اسمها ازاي اظبط مستوى السكر في الدم. لو علي هيفرز انسولين وهيخزن دهون، ولو وطي هيحصل لي هبوط. ازاي اديك النظام اللي يمشيك صح حسب طبيعه شغلك، طبيعه اللايف ستايل بتاعك. انا لازم ندرس مع بعض، انت بتكلمني في التليفون انا باخد منك المعلومات كامله. صح يا دكتور. يمكن لاني كوني ست فدايما بفضل واثقه في كل كلمه حضرتك بتقولها لان تجارب بتفوت علينا كلنا. بالظبط. يعني دايما فقره حضرتك بتبقى جوه احنا كلنا جوه الفقره عشنا دي. عشنا الحاله دي. عشنا الحاله دي. عشنا الحاله دي وشفناها. تقول ايه يا دكتور لواحد بيتواصل معاك دلوقتي بيقول لك انا ما بقاش عندي ثقه في نفسي. ما بقتش اشوف نفسي حلوه. ما بقتش احب ابص في المرايه. هو شايف دلوقتي انا وحضرتك وعايز يعمل تجربه عمليه، يدخل يتواصل مع الارقام اللي على الشاشه بتقول يتواصل مع الارقام.
اول حاجه بناخد المعلومات الاساسيه الطبيعيه، الوزن، السن، الطول، تمام، اللايف ستايل، انا باكل كم مره في اليوم، انا عشان افهم. بصي الاسئله دي كل سؤال وليه غرض بفهم من وراه معلومه، يعني انا باكل قليل، طيب في حد في العيله تخين، بابا ماما، ما دي وراثه برضه. ما اول سبب الوراثه، 40% من الاب و40% من الام. يعني بعد كده ممكن يكون خد علاجات معينه، يعني ايه السبب اللي وصلني هنا؟ بفهم الحاله عامله ازاي، بناء عليها ببدا افصل البرنامج اللي هنمشي عليه. والحاله النفسيه زي ما انت قلتي مهمه جدا، الناس اللي عندها اكتئاب ومش قادر وكده لازم يكون ليه دخله تانية بطريقه معينه في الشغل. بنلخص القصه دي كلها وبناء عليها بنعمل له نظام غذائي ونظام علاجي مناسب والمتابعه المستمره. انا ما عنديش مشكله اللي يتابع كل يوم، يعني لو في ناس بتقعد تحكي لي كل يوم فطرنا واتغدينا وتعشينا عملنا ايه، الله ده نفسيا بيخلي الحاله ماشيه وهي مبسوطه وحاسس ان في حد في ظهري وبيديني الثقه دايما ان انا اوصل للنتيجه اللي انا عايزها. هتكلم على التينرز المراهقات العساسيل دول، بنعيد داخل بناخد نفسنا هيله بيله ونروح فين؟ المول. واحده تلاقيها محبطه جدا، الاحباط ده بعد كده تلاقيها راحت تاكل، هي خلاص بتقولها ايه يا دكتور؟ الحاله النفسيه بقى طبيعي. بصي من اهم الاسباب الحاله النفسيه اللي ما نقدرش نتغافل عنها، يعني في ناس كتيره من الاكتئاب من الزهق من توتر الشغل الكلام ده كله بيتجه للاكل. طب ما كل، انا ما عنديش مشكله، وزود، زود خضار، زود مشويات، الحاجات دي سيف، مش لازم ازود دهون، يعني كل لحمه، لحمه حمراء مشويه او مسلوقه وزود فيها ما عنديش مانع. زود في الخضار وفي السلطه، كل خضار ني في ني، كل خضار مسلوق، كل شوربه خضار، كل شوربه عدس، في حاجات كتير، في حاجات متاحه قوي ازود فيها تديني فيتامين ومعادن وتفيد جسمي. بيقولوا لي كريم، بيقول لي يا نهال لازم نختم يا كريم، استنى لازم اخد خصم الجمهور يا كريم على صدى البلد يا فندم. يعني بصي التفاصيل واستاذه نهال اللي هي تؤمر بيه للحالات كلها اللي هي هتيجي من خلالها ومن برنامج تفاصيل على عيني وراسي. تسلم يا هيتعمل لهم سبيشال اوفر اكيد طبعا، وهيكون ليهم حاجه مهمه جدا. شكرا يا دكتور نو، نورتني وشرفتني. نورني وشرفني دكتور رامي عطيه، اخصائي التغذيه العلاجيه جامعه ستانفورد ومؤسس منظومه دكتور دايت. تيأسيش وما تيأس، خد القرار. دكاتره زي الورده اهي بتاخد بايدينا وبنوصل لبر الامان. بكده اكون وصلت لنهايه حلقتي النهارده، انتظروني في حلقه جديده يوم الحد اللي جاي ان شاء الله، الاربع اللي جاي. النهارده ايه؟ النهارده الاربع، يبقى الحد الجاي ان شاء الله في نفس الميعاد. كانت معكم نهال طيب في امان الله.